هنشرح النهاردة الجزء الثاني من السيريبرال سيركوليشن. هفكرك باللي أنا قلته في الجزء الأول، اتكلمت على سيركل أوف ويلز، على البلاد برين بارير كفانكشنز وكستراكتشرز أوتسايد البارير، اتكلمنا على السيريبرو سباينال فلويد الفوليوم وإزاي بيتكون والسيركوليشن والفانكشنز بتاعته، اتكلمنا على السيريبرال فلو كفوليوم وازاي بيتقاس، واتكلمنا على السيريبرال اسكيميا والبرين ما يتحملهاش لمده قد ايه، وفكرتك بالسي ان اس اسكيميك ريسبونس. النهارده هنتكلم على تلات عناوين رئيسيه. العنوان الاول هو اوكسجين ريكوايرمنتس، يا ترى البرين محتاج قد ايه اكسجين يدخلوله في السيريبرال فلو. 50 ملي اكسجين في الدقيقة، علما ان الجسم ككل بيستهلك 250 ملي اكسجين، ده الهول بادي. ده معناه انه البرين بيستفيد بعشرين في المية اكسجين اللي رايحة للجسم كله. ده بيبين خطورة الهايبوكسيا على البرين. النقطة التانية، هنتكلم على برين ميتابوليزم، يا ترى البرين بيحرق ايه كسورس اوف انرجي. البرين بيحرق جلوكوز، وده مهم جدا. خلي بالك البرين ممكن يحرق الفاتي أسيدز، ولكن دي في المراحل المتأخرة من المجاعات. كلنا عارفين ان الجلوكوز لما بيتحرق مع 6 اكسجين بيديني 6 كربون دايوكسيد زائد المية زائد 38 ATP. فاكرين احنا دورة الكريبس او الكريبس سايكل. المعلومة المهمة، ازاي قدرنا نعرف ان البرين بيحرق الجلوكوز؟ عملنا معادلة بسيطة جدا، ودي عبارة عن ريشيو ما بين الكربون دايوكسيد اللي هو بروديوزد الناتج على الاكسجين اللي احنا استهلكناه. لما لقينا النسبة بين الاتنين يساوي 1، ما هو 6 CO2 على 6 O2، النسبة 1 معناها ان المادة اللي بتتحرق هي الجلوكوز. ولو تفتكر الكلام ده قلناه السنة اللي فاتت، RQ اللي هي respiratory كوشينت، وقلنا ريسبيراتوري ايه العلاقه بين اللي انا بقوله وكلمه ريسبيراتوري؟ ما هو الريسبيراتوري هو اكسجين وعلاقته بالكربون دايوكسيد. فلما تقسم الاثنين على بعض ويطلع ايكوال، يبقى الماده المحروقه هي الجلوكوز. خلي بالك اهم ميتابولايت ليا او اهم ماده هتتحرق هي السكر. علشان كده في الاندوكراين الغدد السنة الجاية هقولك ان الهرمونز بتخلي كل التيشوز تحرق فاتي اسيد عشان تسيب الجلوكوز من اجلك يا برين، انت اهم فيتال اورجان عندنا. في معلومة مهمة جدا، البرين يقدر يتحمل الهايبوجلايسيميا شوية، ولكن ما يقدرش يتحمل الهايبوكسيا لدقايق، ودي خطورة الأكسجين ريكوايرمنت للبرين. العنوان التالت عندنا، هنتكلم على ريجوليشن اوف سيريبرال فلو، ازاي ننظم حجم الدم اللي ماشي في السيريبرال سيركوليشن. طبعا الريجوليشن دي
بتبقى مبنية على عنوانين رئيسيين هنتكلم عليهم النهاردة، وده آخر جزئية في فيديو السيريبرال سيركيوليشن، How to regulate the flow. وهنا بقى في نقطة مهمة عايز أفكرك بيها، إن الفلو ده بيخضع لقانون أومز لو. كلنا عارفين لو أنا رسمت البلاد فيسل أهو، وعايز أقولك الفلو بيتحرك من البداية إلى نهاية الفيسل. هتقول لي ماشي، يعني معنى كده إن الفلو يساوي دلتا بي على الريزيستنس. يبقى إذن العوامل اللي تأثر في الريجوليشن هما اتنين أساسيين، هما البريشر جريدينت والريزيستنس، مقاومة مرور الدم. طيب هقسم الإجابة بتاعتي إلى جزئين رئيسيين، الجزء الأول هو دلتا بي والجزء الثاني هو الار الريزيستنس. السؤال المهم لكل الطلبة اللي بتشوف الفيديو دلوقتي، تعال نتخيل ان ده هو البرين بتاعنا اهو، ده التيشو اللي انا بتكلم عليه. البرين ده عايز اوصل له حجم دم معين، يبقى لازم نعرف الارتيريال بريشر قد ايه، اللي انا رسمه باللون الاحمر اهو، ضغط الدم في الارتري arterial pressure، واعرف الفينوس بريشر قد ايه باللون الازرق اهو. البرين كتشو ما بين الاتنين، بين الضغط الدم اللي داخله وما بين الفينوس بريشر اللي خارج منه. يعني اذا لو انت جيت قلت لي بص بقى سيريبرال بير فيوجن بريشر يساوي ايه، ده الاختصار، السي سيريبرال اللي هو البرين، والبير فيوجن قلت لك تدفق الدم، والبي هو البريشر بتاعي. سيريبرال بيرفيوجن بريشر بمعنى هو فرق الضغط اللي من خلاله البرين هيوصل له الفلو. هتقول لي عادي، يبقى يساوي arterial pressure اهو، ده مهم، minus venous pressure. فاكر لما انا قلت لك ان انا عندي ثلاثة sets او ثلاث مجموعات من الفينز بيتجمعوا في internal jugular vein وده يمثل نهاية الفينس درينج؟ هتقول لي اه، يبقى انا النهاية بتاعتي internal jugular vein. اسألك سؤال سهل جدا، علشان تزود السيريبرال perfusion pressure تعمل ايه في الارتيريال pressure اللي موجود at the head؟ تقول لي طبعا لازم ازوده، ده منطقيا. طب وتعمل ايه هنا؟ وقلل الانترا جاجولار فينس بريشر، يعني تزود الفرق. السؤال المهم، امتى السيريبرال بيرفيوجن بريشر يقل؟ هتقول لي اكيد العكس، ما احنا هنعكس ايه الكلام ده، في ثلاث احتمالات والاحتمال اللي هنشرحه والاحتمال التالت امتى يثبت. يعني هو قل السيريبرال بيرفيوجن بريشر، تقول لي يبقى الارتيريال بريشر قل، او زاد الانترا جاجولار فينس بريشر. في معلومه مهمه قوي تتقال في المراجع، في المراجع بدل ما يقول لك انترا جاجولار فينس يقول لك انترا كرينيال بريشر اي سي بي، وده اختصارها. طيب ليه ما قلتش انترا كرينيال وليه قلت انترا جاجولار فينس بريشر؟ تعال نفكر بالعقل. الضغط لو علي في البرين ده معناه ايه؟
هتقول لي معناه ان الفين اتقفل. ما انت لو قفلت الفين انت زودت جواه البريشر، فينعكس على مكونات الدم، يزيد الضغط في الوول اوف ذا برين. دخلت الدم ثم حبسته، قفلت الفين او الفينس درينج. علشان كده ما تستغربش، لان انا اقول لك انتراكرينيال بريشر دي نتيجة لزيادة الانترا جاجولار فينس بريشر. يبقى كده انا قلت احتمالين، امتى السريبرال بيرفيوجن يزيد وامتى يقل، مبني على المعادلة. ولكن هناك احتمال تالت، هو ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. امتى السريبرال بيرفيوجن بريشر يبقى ثابت؟ كونستانت بيرفيوجن بريشر. هتقول لي ثابت لما الاتنين يقلوا او لما الاتنين يزيدوا. يبقى انا هقول الاحتمال الثالث الان الجميل، كونستانت بيرفيوجن بريشر. تعال نتخيل ان انا طيار بتحرك طرت بالطيارة بسرعة لفوق. كلمة الطيران السريع لفوق اسمها upward acceleration. كلمة accelerate يعني سرعة، زودت سرعة الطيارة لفوق، حركت بسرعة جامدة. طب انا لما اتحرك بسرعة لفوق تفتكر ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البلد بتاعك بينزل لتحت، بينزل للور ليب، يعني الدم اللي رايح للبرين هيقل. معنى كده ان الارتيريال بريشر هيقل، ما هو الدم اتسحب لتحت بتأثير الجرافيتي. هتقول لي ماشي، وكمان الدم اتسحب من الفين فالاتنين قلوا. تخيل arterial pressure قل والفينس بريشر كمان بيقل. طيب معنى كده ايه؟ ان مفيش ضغط موجود على البرين، ما عندكش اي ضغط. ما احنا اتفقنا اذا قل الانترا جاجولار فينس بريشر هيقل بالتبعية الضغط جوه المخ، مفيش بريشر عندك. فيحصل ايه في الفيسلز في الطيار دي؟ فازو دايلاتيشن. بس اكتشفنا حاجة غريبة، الفيسلز اللي هتوسع هي الأوعية الدموية بتاعت الريتنا الشبكية قبل الفيسلز بتاعت البرين، قبل السريبرال فيسلز. فبالتالي الطيار يحس بحاجة غريبة جدا، يحس ان الدنيا احمرت قدامه. تخيل، ودي نقطة غريبة قوي، عشان كده نقوله لو سمحت خفض من سرعة الطيارة، ودي حاجة لازم تخلي بالك منها. طيب لو العكس بقى حصل، بمعنى ايه؟ ان هنا هو نزل بسرعة كبيرة downward acceleration، انا وانا نازل بسرعة هيزيد الدم اللي رايح الى السريبرال وانت نازل. خلاص تخيل راسك تحت ورجلك فوق، اهو ادي الراس لتحت وادي الوضع بتاع الطيار اهو، ده اسمه downward acceleration. فالدم اتجمع كتير. طب لما الدم يتجمع وانا نازل، بص بقى اللي هيحصل، يزيد البريشر ارتيريال تمام، ويزيد الضغط كمان في الانترنال جاجيولار فين. الاتنين زادوا بنفس القيمة، يبقى الفرق ما بيننا ثابت برضو. طب ايه اللي حصل للطيار ده؟ لما تزود البريشر لازم يحصل رد فعل، هو فازو كونستريكشن.
لازم يضيق الأوعية الدموية بتاعة الريتنا أولا قبل السيريبرال برضو، فبالتالي يشتكي الطيار إن الدنيا اسودت في عينيا، فنسميها بلاك فينومينا، الدنيا اسودت، بعكس المرة الأولانية ريدنينج، الدنيا احمرت كده ليه؟ عشان كده في الحالتين سواء الطيار طلع بسرعة أو نزل بسرعة لابد إنه يخفض في سرعة الطيارة، لأن خلي بالك ممكن يفقد وعيه ويموت. يبقى احنا كده عرفنا أول 3 علاقات في السيريبرال بيرفيوجن بريشر، إذا زاد، إذا قل، إذا كان ثابت. وإذا كان ثابت معناها الاتنين يا يزيدوا مع بعض أو يقلوا مع بعض. خلي بالك إن الأرتيريال بريشر في الهيد والفينس بريشر بيبقوا بالانسد توجذر، هناك توازن بين الضغطين. طيب دي النقطة الأولى، وعلى فكرة ده تأثير الجرافيتي على السيريبرال سيركيوليشن، لأن إحنا قبل كده قلنا إيه تأثير الجرافيتي على ضغط الدم، كل سنتي بلو ذا ليفل أوف ذا هارت يعلي ضغط الدم 0.77 مليمتر ميركري. دلوقتي هنتكلم على الريزيستنس، ازاي مقاومة مرور الدم تأثر في الفلو. هتكلم على 3 عناوين رئيسية في الريزيستنس. أول عنوان أنا قلته قبل كده في الكوروناري سيركيوليشن، قلت لك أوتو ريجيوليشن، ازاي ننظم الفلو بحيث يبقى ثابت لا يزيد ولا يقل. حتى وقتها قلت لك الفايتال اورجانز مميزه جدا بالريجوليشن اوف اتس اون فلو، زي الكوروناري اللي بيغذي الهارت، سيريبرال البرين، وقلت لك الكيدني هتعرفه السنه الجايه. في نقطة مهمة في الأوتو ريجوليشن لازم تتعرف، أنت عايز الفلو يبقى ثابت وإحنا بنشتغل في دلتا بي معين، الدلتا بي هنا ليه رقم أو رينج يختلف عن اللي أنا قلته في الكوروناري سيركيوليشن، هنا الرقم بتاعنا من 80 ل 180 مليمتر ميركوري. في الكوروناري سيركيوليشن احنا قلنا التنظيم بيبقى من 60 الى 140، معنى كده ايه؟ ان في الرينج ده من 80 ل 180 البرين يقدر ينظم الفلو جواه بحيث يبقى ثابت لا يزيد ولا يقل. طب يا دكتور لو كان اقل من 80 او اكتر من 180 السيريبرال cannot regulate its own flow، يقول لك ماليش دعوة مش هقدر أثبته. طيب تعال أفكرك باللي أنا قلته قبل كده، الدلتا بي أهو إذا زاد نعمل إيه في الريزيستنس عشان يبقى الفلو ثابت؟ تقول لي طبعا لازم نزود الريزيستنس. طيب والعكس لو الدلتا بي قل لازم الار تقل كمان، القاعده اللي عارفينها من واحنا صغيرين، انت عايز الريشيو تبقى ثابته اذا غيرت النوميريتور او البسط تغير الدومينيتور المقام بنفس الطريقه. طب كنا بنعمل الاوتو ريجوليشن ازاي؟ بطريقتين، والطريقتين كانوا بيبتدوا بحرف الام. اول طريقه مايوجينيك، ودي احنا فاكرينها مع بعض. يعني ايه مايوجينيك؟ السموث
muscle اللي موجودة في الوول of the artery عندها القدرة إنها تقرب أو تبعد. يبقى دي myogenic property. تمام، أقرب أزود الآر، أبعد أقلل الريزيستنس. وفي طريقة تانية ميتابوليك اللي كلنا عارفينها، لأنه لو أنت ضيقت الفيسل يتجمع الميتابولايتس كربون دايوكسيد، هيدروجين، لاكتيك أسيد، بوتاسيوم، بروستاجلاندنز، كل الميتابولايتس دي تتجمع فتعمل فازو دايلاتيشن، أو ما تتجمعش فيحصل فازو كونستريكشن. يبقى دي أول طريقة، أول ميكانيزم في التحكم في الآر، في الريزيستنس، هي أوتو ريجوليشن، ودي مهمة أوي. في معلومة مهمة في المايوجينيك، ليها دور لو زاد ضغط الدم من 100 إلى 200 مليمتر ميركوري. طيب يبقى ده أول ميكانيزم عندي في الآر. خلي بالك زي ما قلت الدلتا بي تلات احتمالات: سيريبرال، بيرفيوجن، بريشر. امتى يزيد، امتى يقل، امتى ثابت. برضو التحكم في الريزيستنس انا هقول النهاردة تلات عناوين قلت منهم واحد هو الاوتو ريجوليشن. طيب العنوان التاني، العنوان التاني بتاعنا، تعال افكرك باللي قلناه في سنة اولى في الانترودكشن اتقالت من قبل. عايز تتكلم على الار؟ يبقى لازم تتكلم على تلات كلمات بحرف الفي، عمرك ما هتنساه. تلاتة في، اول واحدة بحرف الفي هي viscosity، لزوجة الدم. طب ودي قلناها امتى؟ قلناها في القانون بتاع البوازييه لو. تعال افكرك، بوازييه قال ايه؟ بوازييه لما جه اتكلم قال لك هو الريزيستنس دي تتناسب مع ايه؟ قلنا له مع اللينس. كل ما اللينس اوف ذا فيسل يزيد، كل ما مقاومه مرور الدم تزيد. مضروبه في الفيسكوزيتي اللي هي الايتا، الان اللي نازله دي، على radius to the power 4 اهو. طب ما ده الفيسكوزيتي، ده شيء طبيعي. كل ما بتضيق الفيسل الدم ما بيبقاش داخل براحته بلامينر فلو ابدا، بيبقى داخل تيربلنت، بيخبط المولكيولز في بعضهم وبيعملوا فريكشن بينهم من بعض، او الاحتكاك ده هو الفيسكوزيتي. فلما يزيد ده معناه ان الريزيستنس زادت. تاني كلمة بحرف الفي هو الفازو دايليتور سابستنسز، المواد اللي توسع السيريبرال فيسل. على فكرة في الكوروناري سيركوليشن انا قلت لك اشهر فازو دايليتور هو الادينوزين ناتج تكسير الـ ATP، لكن النهاردة هنقول أشهر فازو دايليتور كاربون دايوكسيد، مهم جدا. CO2 وهو مش لوحده، ده معاه نيتريك أوكسيد ومعاه كمان أدينوزين، ولكن الأهم هو الكاربون دايوكسيد اللي هي الفازو دايليتور. تمام، تالت في عندنا، عشان انت هتعد الفي، فيسكوزيتي واحد، فازو دايليتور اتنين، تالت في فازو موتور نيرفز، الاعصاب اللي تتحكم في البلود فيسلز. واذا ذكرنا فازو موتور نيرفز يبقى على طول لازم تقولي سيمباساتيك، اللي خدناه في سنة اولى. السيمباساتيك ده هو اللي بيتحكم في التون، هو اللي بيضيق الفيسل مايلدلي بشكل بسيط، يحافظ على ضغط دمك في الطبيعي. طيب السيمباثاتيك
بيعمل ايه على السيريبرال فيسلز؟ بيضيقها. فالطلبة تقول الله، طب لما يضيق الفيسل الفلو اللي داخل البرين هيقل، ما تقلقش الارتيريال بريشر اللي موجود هيعلى علشان يعوض نقص الفلو، ومدام ده علي هيزيد السيريبرال بيرفيوجن بريشر، لان دي نقطة محيرة كل الطلبة. يا دكتور القاعدة اللي قلتها في سنة أولى، سيمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن لكل الفيسلز ما عدا كورونري والفيسلز اوف سكيليتال ماسل. اقول لك ولكن زياده الارتيريال بريشر كومبنسيت لريديوسد سيريبرال فلو. طيب السيمباثيتك ملاحظين ملوش دور فعال في الفسيولوجيكال كونديشن، يعني انت لو بتتكلم على فيسيولوجيكال كونديشن الدور العادي لا، يقول لك مينيمال او نو افكت. هو انت ايه تاثيرك في الطبيعي على السيريبرال سيركيوليشن؟ لكن التاثير الاكبر للسيمباثيتك هيكون لو زاد ضغط الدم، وده مهم قوي. هو لو حصل هايبرتنشن، اهو الضغط زاد، احنا خايفين على الاوعية الدموية بتاعت البرين انها تتقطع، يحصل لها ربشر، وهنا يبان دور السيمباثيتك. ليه دور مهم قوي؟ هيعمل ايه السيمباثيتك؟ يعمل فازو كونستريكشن فيحمي السيريبرال فيسل، اهو الفيسلز دي، يحميها من الضغط العالي عليها من بره. بيبقى في ضغط تنشن خارجي على السيريبرال فيسل، ممكن يعمل لها كولابس، ممكن يقطعها. لازم يبقى في ضغط جوه عالي علشان يفتح الفيسل، علشان يمنع القوة الخارجية انها تقفلها. يعني انت يا سيمباثيتك ظهرت وقت الشدائد. خلي بالك نزيف المخ كمان خطير. ليه؟ اللي عنده السيريبرال هاموريج انت محتاج فازو كونستريكشن للاوعية الدموية في المخ تو مينيمايز بليدنج، انا عايز اقلل النزيف. عشان كده يتضح أهمية السيمباثيتك في حالتين، لو في نزيف يقول لك أنا هضيق الفيسل عشان أقلل الفوليوم اوف بلاد لوس، ولو في هايبر تنشن كمان أنا ليا دور. يبقى لو سألتك سيمباثيتك افكت فيسيولوجيكال تقول لي مينيمال أو نو افكت، أقول لك طب لو باثولوجيكال تقول لي لا، لدور فعال في الهايبرتنشن والبليدنج. يبقى لغايه دلوقتي اتكلمت في الريزيستنس اوتو ريجوليشن مايوجينيك ميتابوليك، اتكلمنا في تاني عنوان ثلاث كلمات بحرف الفي، فيسكوزيتي فازو دايليتور والفازو موتور نيرف، وشفنا السيمباثيتك. النقطه الاخيره في هذا الفيديو بلاد جازس، يا ترى الاكسجين والسي او 2 ليفل ايه اللي بيحصل؟ ازاي ياثروا لي على الريزيستنس؟ يبقى دي النقطه رقم 3 في كلامنا على الريزيستنس. حاجه مهمه قوي لازم تعرفها في البلاد جازس، ان الاكسجين شخصيا ملوش تاثير، بمعنى تأثير الأكسجين فيسيولوجيكال ضعيف جدا. إيه ده؟ ده عامل زي السيمباثيتك بالظبط. عشان الأكسجين يبقى له دور لازم الـ PO2 يقل لـ 30 مليمتر ميركوري، وبالتالي تتضاعف السيريبرال بلاد فلو. إيه ده؟ ده عامل زي فكرة الأكسجين بريشر وتأثيره على التنفس.
قلنا لازم الاكسجين يقل قوي من 100 الى 60 مليمتر ميركري علشان يشتغل البيريفرال كيمو ريسبتور. قلتها في فيديو في بلاي ليست في القناة فيديوهات الريسبيريشن. ولكن الاخطر هو الكربون دايوكسيد. انا قلت لك ده اهم فازو دايليتور عندنا. سي او 2 ده خطير جدا. يزيد حاجه بسيطه على طول فازو دايليتيشن واهم ميتابولايت يوسع السيريبرال ارتري بالنسبه لنا. في نقطه مهمه عايزك تكون عارفها كاني بي في نهايه الفيديو، ان المين ارتيريال بريشر بتاعه البرين متوسط ضغط المخ يقل 25 مليمتر ميركري. اذا قل 25 السيريبرال فلو يقل 20%. دي معلومه مجرد للمعرفه. في نهايه هذا الفيديو بفكرك اخر جزء في السيريبرال سيركيوليشن بارت 2 اتكلمنا على الاكسجين ريكويرمنتس، اتكلمنا على الميتابوليزم. خلي بالك اخطر جزء في البرين يتاثر بنقص الاكسجين هو البيزل جانجليا، هنعرفها السنه الجايه. ولما تتاثر يجيلك مرض الباركنسونيزم او الشلل الرعاش. اتكلمنا على الميتابوليزم الاهم هو الجلوكوز، واتكلمنا على النقطه الثالثه ريجوليشن اوف سيريبرال بلاد فلو من حيث الدلتا بي والار والبريشر جريدينت. سيريبرال بيرفيوجن بريشر بثلاث احتمالات زاد وقل او ثابت، والريزيستنس بثلاث عناوين اوتو ريجوليشن بس القيمه تختلف كدلتا بي عن البريشر جريدينت اوف كوروناري سيركيوليشن. قلنا مايوجينيك وميتابوليك. تاني عنوان 3 في فيسكوزيتي، فازو دايليتور فازو موتور نيرف سيمباثيك زيه زي الاكسجين، فيسيولوجيكال تاثيره مينيمال او نو افكت، ولكن باثولوجيكال له تاثير. اتكلمنا على الكربون دايوكسيد، وعايزك تكون عارف نقطه مهمه بنركز عليها دايما وقلتها الفيديو اللي فات. مونرو كيلي دكتوراين قال ان البرين كتيشو والسي اس اف ما بيضغطوش، ولكن السيريبرال فيسلز هي اللي بتبقى كومبريسيبل.